انا متاكده بلي انا وبزاف منكم هادشي اللي تسمع في حلقه اليوم ما كنتوش عارفينه كامل. شنو هي القيمه نتاع 10 اوائل ديال الحجه عند مولانا؟ علاش عرفات؟ علاش عيد الاضحى؟ المهم هادشي كله غادي نعرفوا بلي انه اي حاجه ربي دارها الا وفيها واحد السر اللي هو عظيم. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلاميني. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هنيه. اذا كنتي جاي على القناه مرحبا بك، اذا كنتي من اهل الدار الدار داركم. اذا شتي بلي انا هذه القناه تستحق الدعم وتستحق باش انها توصل لواحد الجمهور باش يستافد منها، ما تبخلش عليا باش انك تضغط على زر الاعجاب لتحت اللي ما تيكلفك حتى شي مجهود. واخيرا فيديو ديني بزاف منكم في التعليق وفي المساجات نتاع انستغرام اللي تيسولني وتيطلب مني باش انني نتكلم على هاد العشر الاوائل من ذي الحجه. فصحيح انا بدوري غادي نمشي نبحث باش حتى انا غادي نعرف وغادي نجيب لكم شنو هاد الايام كتسوى عند مولانا وشنو خصنا نديرو فيها من هنا لعيد الاضحى. الفيديو ديال اليوم كان غير منتظر، ولكن بما انا لقيت بزاف ديال التعاليق في انستغرام وحتى عندي في اليوتيوب لانه الناس طلبوا مني باش ندير لهم فيديو باش نشرح لهم هاد الايام، فقلت لما لا. مشيت بحثت وعرفت وانا جيت نتقاسم معكم داكشي اللي لقيت. ولهذا الله يخليكم انا لست بداعيه ولست بفقيهه في الاسلام، ما عنديش شهادات في الاسلام ولا حتى شي حاجه، فقبلوا عليا وخلي ما تعطلش عليكم اكثر لانه حلقه اليوم مشوقه. ونقول لكم لنبدا. مولانا تيقول والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. ذكروا المفسرون أبو الجعفري والطراري والقرطبي وابن كثير وغيرهم بلي أنه المقصود بليالي العشر من سورة الفجر هو ما نحن مقبلون عليه من العشر من أوائل من شهر ذي الحجة، وقيل غير ذلك، ولكن الروايات اللي كدور اثبتها بلي هذا هو المعنى. بالقسم ديال مولانا بالليالي العشر من سوره الفجر هو قسم اللي مربوط بالليالي العشر من ذي الحجه اللي هو شهر العيد. ولما كيقسم مولانا جل علاه بشي حاجه فهذا دال على العظمه نتاع هذا الامر عند مولانا. يعني مولانا لما كيقسم شي حاجه في القران الا وغادي يكون فيها سر من الاسرار من العظمه او الفضل. مولانا اقسم بالزمن كيف مقسم بالعصر، وهذا كيدل بلي انه هذاك الزمن راه فيه فضل عظيم وكبير. حنا دابا اليوم في حلقتنا غادي نتكلموا على العشر الاوائل من ذي الحجه اللي حنا فيها دابا، اللي هي كتفتتح بفاتح ذي الحجه وكتسالي بالعشر منه اللي هو عيد الاضحى عيد المسلمين. هاد الروايه اللي غادي نشارككم ولا اللي غادي نقول لكم هي مرويه عن ابن عباس وعبد الله بن الزبير وقتاده ومجاهد وغيرهم على انه المقصود بهذا القسم وليالي العشر هادشي اللي ذكرت لكم. واللي كيثبت هادشي هو الحديث نتاع سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام الوارد في صحيح البخاري. فاسمعوني مزيان، كيقول سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ما من الايام افضل عند الله العمل فيهن واحب من العشر الاوائل من ذي الحجه. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا جاهد في سبيل الله فخرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذاك شيئا. بمعنى هذا الحديث هو عظيم لكي يدل على تميز هذه الأيام القليلة من السنة لكي يعيشها المسلمين. سيدنا الحبيب تيخبرنا بلي أنه ما كاينش شي أيام عند الله أعظم وأحب الأعمال فيهن والعمل المقصود به التعبد الخير البر الإحسان من سائر العبادات. يعني ما كاينش شي وقت عند رب العالمين فيها أفضل من هاد العشر الأوائل تاع ذي الحجة. صحابة تعجبوا قالوا حتى الجهاد في سبيل الله رسول الله؟ أيه حتى الجهاد في سبيل الله، إلا واحد الرجل اللي غادي يجاهد في سبيل الله ولكن بشرط استشهد، بمعنى دا المال ديالو ونفسه وما رجع بحتى شي وحده منهم، هذاك بوحدو اللي هو افضل ممن عمل عملا صالحا في العشر الاوائل من ذي الحجه. اما ما دون ذلك يفضل احد العامل العابد المتصدق الصائم او الصانع للخيرات والفاعل لها في هذه العواشر. والسبب في ذلك بسيط، ان هذه العشر الاوائل من ذي الحجه هي تمهيد اليوم عظيم عند مولانا اللي كلنا عارفينه اللي هو يوم عيد الاضحى. هذا العيد اذا بغيتي تعرف المعنى ديالو فهو عيد التوحيد، هو عيد الاخلاص لله وحده اللي سناه سيدنا ابراهيم عليه السلام واحياه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، واصبح عيدا ومنسكا لهذه الامه الى يوم القيامه. كتذبح فيه الذبائح لله اللي اصلا لا تذبح الا له وحده، تعبيرا على فناء النفس والعبد في الله عز وجل رغبا ورهبا ومحبه واخلاصا. هذا المعنى العظيم ما يمكن
حتى شي فعل يعبر عليه من غير النسك. وسبحان الله، انواع العبادات اذا جيتوا تشوفوا فهي كثيره ومتعدده، الصيام، الزكاه، الصدقات، العمره، الحج وغيرهم. ولكن كاع هاد الاعمال عندهم طبائع اللي هما مختلفه، الا هاد العمل بوحدو ديال الذبح اللي هو لله، اغراق الدم لله. فهاد العمل متميز وما كاينش بحاله، ولذلك حتى السميه ديالو في كتاب السنه تما بنسكا، رغم بلي انه عباده من العبادات. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. يعني ذكر زوج ديال الاعمال اللي هما شي حاجه عظيمه. من بعد جمع كاع الاعمال، قل ان صلاتي، والصلاة اللي هي عماد الدين، ونسكي، ذكر الصلاة وذكر الذبيحة لله. ومن بعد جمع كل شيء وجعله في حياة الإنسان وفي مماته. يعني الصلاة والنسك داخلين في قوله ومحياي ومماتي، يعني كل ما تندير في حياتي وكل ما يؤول إليه أمري من بعد مماتي فهو لرب العزة وحده. ولكن غادي يميز عملين بلأنه ذكرهم، ميز الصلاة والنسك اللي هو الذبح لله وحده. داكشي باش مولانا جعل قبيل عيد الأضحى يوم اللي هو عرفات، اللي هو يوم المغفرة لكاع المسلمين اللي استغفروا الله بصدق، والواقفون بعرفة لهم من الفضل العظيم اللي لا يحرم شي مسلم منه. يوم المغفرة لكل من وقف في عرفات ومن صام هذاك النهار كان كصيام الدار. هاد النهار جعل فيه مولانا عجائب وغرائب، لأنه ببساطة ربي تيفرح بالعباد ديالو، وجعل في اليوم الثاني اللي هو عيد الأضحى اللي هو يوم الفرح بالله توحيدا وإخلاصا. داكشي باش مولانا الرحمن الرحيم تيفرح للعباد ديالو في هاد الأيام. كيفاش تيفرحهم زعما؟ عجيبة هاد الدين الله، تيفرحهم في الدنيا والآخرة، كيجمع ليهم ما بين زوج فرحات اللي هما عظيمتين، شي حاجة نتاع الدوام، بحيث أنه تيغفر للمسلمين وكيعطيهم فرصة في التعبد بسائر الأعمال. واحد العدد من الناس عند باله بلي أنه غير الصوم، ولكن لا، من صام فهو حسن، ولكن ما تابتش بلي أنه خاص تصومها كلها، لا. فالمطلوب على حسب ما لقيت بلي أنك تعمل بالأعمال الصالحة بصفة عامة، والتصديق هو أعلاها. تعطي فلوس، أن الإنسان يتصدق بالمال ديالو هو أعلاها. الصدقة ماشي غير المال، يمكن ديسا الإطعام، وأفضل في هذه الأيام من الصيام. والفقر اللي ما عندوش راه الغالب الله. فورد في الحديث نتاع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أنه قال فأكثروا فيها التسبيح والتهليل، أنكم تحمدوا الله وتسبحوا. وثبت أيضا في الصحيح لأنه عمر بن الخطاب وأبا هريرة رضي الله عنهما كانوا تخرجوا في الأسواق وتكبروا بملء أصواتهما، وديك الساعة تكبروا الناس بتكبيرهما في الأسواق، كيرتفع الذكر توحيدا لله وإخلاصا له. داكشي باش العمل في هذه الأيام فهو عظيم جدا. داكشي باش مولانا جمع فيه للمسلمين بين فرحتين، الفرحة ديال الآخرة أنك تدير عمل صغير ويجعل منه مولانا البركة والخير والتسم للحسنات. ورد في الحديث أيضا باللي أنه الأيام اللي كتتبع العشر الأوائل، يعني اللي هو نهار العيد وثلاث أيام اللي من بعد، كتسمى بالتشريق. قال فيهما الحبيب هي أيام أكل وشرب في هذه الدنيا، يعني خاص الناس يأكلوا ويشربوا في أيام العيد ويتمتعوا ويفرحوا، وما يكونش الجيعان ولا القانط ولا حتى الحزين ولا حتى حد يكون عنده بؤس. وداكشي معناه أنه المسلمين خاصهم يكون تواد ما بيناتهم. داكشي باش قبل يقال بأنه الصدقة هي أفضل الأعمال في هاد الأيام، لأنه مولانا تعالى ما بغيش الناس باش أنهم يكونوا حزينين في هاد الأيام في المعيشة ديالهم ولا مزيرين، خاصهم يكونوا فرحانين، حيتاش هي أيام أكل وشرب، أيام عيد، والعيد معناه الفرحة. فجعل الله من عبادنا فرحة، يعني تعبد الله بالسرور بالفرح وبالانشراح. شفتوا علاش قلت لكم بلي انه هذا الدين هو عجيب، وهذا كيدل بلي على انه دين الامل والحياة لا الموت ولا الجمود. داكشي باش المؤمن اذا عظم شعائر الله حقا فعليه انه يهتم بهاد العشر من الاوائل ديال الحجة، ويعظم الحرمة ديالها عند مولانا. وأقل ما ينتظر من العبد المؤمن أنه ما يقربش فيها المحرمات، لأنه عيب وشي حاجة اللي هي كبيرة، حيتاش مولانا في هاد الأيام كيهيئ فيها الأرض بأكملها للإسعاد في الدنيا والآخرة، وانت خارج المعصية ما جاتش. فمولانا ببساطة كيلتفت للعباد ديالو بالرحمة والمودة، ومع الأسف بزاف من الناس كيغضبوا الرحمن في هاد الأيام اللي هي أحبها عنده جل علاه.
اما دابا اجي نتكلم لكم واحد شويه في عيد الاضحى. سيدنا الحبيب الصادق الامين قال في حديث سيروي الامام مسلم وغيره قال لنا واحد الامر. سيدنا الحبيب قال اذا رايتم هلال ذي الحجه فمن هيئ الذبيحه فليمسك عن شعره واظافره حتى يذبح الاضحيه ديالو. يعني سيدنا رسول الله الحبيب كي امر واحد الامر اللي ماشي واجب، ولكن كما سمى امام مالك هو امر ندب، يعني مطلوب من المسلم لما انه يشري الاضحيه ديالو ويطلع العشر الاوائل من ذي الحجه ما ينقش من الشعر ديالو، ما يحسنوش وما يقطعش حتى الاظافر ديالو حتى يذبح النهار ديال العشره اللي هو نهار العيد الاضحى، كيف ما تيديروا تماما الناس في موسم الحج. فشنو هو الهدف والسر من هذا الحديث ولا المقصد التعبدي من هذا الامر؟ ببساطه نفس المقصود في الحج. في نظرك علاش الحاج ما عندوش الحق بلي انه يحسن شعره او لا يقطع ظفاره و لانه فيه انشغال على ذاته بالله؟ امر عجيب لا. اي ساده كرام، مولانا كيعلم العبد كيفاش انه ينشغل بمولانا وحده وينقطع ليه انقطاع ليه هو كلي، المعنى بلي انه الانسان ما مساليش لا شعره ولا ظفاره ولا لذاته الظاهره، هو مع الروح ديالو اللي كتعلق انذاك بالفاني بمولانا فقط. حقيقه عجيبه وغريبه وكنكررها وغنبقى كنكررها، وماشي كلشي اللي فاهمها وماشي كلشي فاهم السر منها. شنو المعنى الحقيقي اللي كيربي نفوسنا عليه الاسلام باش تعلم كيفاش تفنى في المحبوب؟ في الله محبه ورغبا ورهبا وخوفا ورجاء، مما يدل على انه سيدنا محمد تعلم الناس في هاد العشر الاوائل انهم يسعوا باش يحققوا المقصد ديال العيد. حيتاش من النهار الاول وانت كتسعى، من الاول تاع شهر ذي الحجه وانت كتسعى، وغادي من الثاني الثالث الرابع حتى العشر، وحينها الله تيعطيك واحد الرخصه انك ترجع للاصل ديالك من النظافه اللي فيها قص الاظافر، تطهير البدن، قطع الشعر، المهم داكشي المطلوب. فهذا المعنى الحقيقي اللي كيخلينا باش اننا نرجعوا المعنى التضحيه والاضحيه، حيت شهد الدم يا ساده الكرام تيكون لله فقط، هو عمل رمزي يعني عنده دلاله تعبديه وماشي مقصود بها غير الدم والحم وصف. لقوله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، هذا هو المعنى الرمزي. راه انت فاش كتذبح الذبيحه راه كتعبر على اخلاص قلبك لله، وانك تقدم بهذا الشيء له وحده باش نساو الابدان ديالنا. وباش نوصلوا لهذا المقام الايماني خاصنا يا ساده الكرام نساو ريوسنا، وهذا هو مقام الاحسان اللي كنضربوا الدوره الدوره وكنقولوا بلي انا هو مقام الصوفيه السنيه، مقام الاحسان اعلى المقامات في الدين ديالنا، ولكن للاسف احنا مازال عبيد انفسنا. أنا أولكم، والله العظيم إلا أنا أولكم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وكنت جد سعيدة صراحة بهذه الحلقة اللي ما كنتش ناوية نحطها اليوم، ولكن هذا إذن من الله تعالى. سلام سلام.